الحكومة التي عجزت عن توفير مواد غذائية لشعبها ودفعت الفقراء منهم إلى الوقوف لساعات طويلة بهدف الحصول على وجبة غذائية في رمضان لم يتوقف عجزها إلى هذا الحد، بل قامت بتوزيع حصص فاسدة ومنتهية الصلاحية من مادة العدس ومادة الرز خلال شهر رمضان في محافظة المثنى. دعونا نشاهد. الحكومة الله يحفظها من قررت توزع عدس في شهر رمضان، قالت العدس وحده ما يكفي فلازم نوزع وياه تمن، فمشكورين وزعوا تمن من الدرجة الأولى بحيث رز محمود ورز أحمد عزلوا إنتاجهم بعد ماكو من شافوا تمن الحكومة الجديد. للأسف التمن اللي وزعوه لمحافظة المثنى وبعد وصول شكاوى من قبل المواطنين تحققت في ساعة متأخرة من الليل إنه هذا التمن مثل ما جاي يشوفونه فاسد. التمن فاسد، هذا شوفوا العفونية البي، التمن فاسد. شلون وزعتوه؟ شلون دخل؟ راح تقولون تشيس تشيسين، لا أغلبية الرز اللي موزعينه هو فاسد، يعني كل وكيل يجي جوز فد 10 كياسة، وهذا يعني انه هناك مجموعة من الرز الفاسد يتم توزيعه على كل وكيل. المشكلة مو بس الرز الفاسد طلع، حتى عدس الحكومة طلع فاسد مثل ما جاي يشوفون اللي وزعوه، هذا معفن محجر. زين هاي الشوربة شي ستوها؟ بالسياسة فشلتوا، بالأمن فشلتوا، فشلتوا حتى قوت المواطنين. مو تشوفون نسوان لازم الشوارع تدور العدس والتمن، هاي شو تسوون طالعين؟ مو اكو بطاقة تموينية، وهذه البطاقة التموينية مالتكم.